اوكي، ده التفاعل الاول من تفاعلات النيمد رياكشن اللي هنبدا بيها السلسله بتاعتنا، هو الدو رياكشن او الدو كوندنسيشن. هما الاثنين يعتبروا تفاعل واحد، لكن هنجزئهم لتفاعلين عشان نعرف الفرق بينهم. الدو كوندنسيشن هو تفاعل بيعتمد على وجود الالفا هيدروجين. خلينا في البدايه نعرف يعني ايه الفا هيدروجين. دي مثلا كربونه متصل بيها هيدروجين، زي ما احنا عارفين الكربون رباعي متصل بيها كلور بروم فلور، تمام. دي نقدر نقول عليها الفا هيدروجين او الفا كربون متصله بيها، لان في مجموعه هيدروجين معايا متصل. حتى لو في سبستيتوان تانيين مش مشكله، اهم حاجه ان في هيدروجين معايا. طيب لو قلنا دي مثلا، هل نقدر نقول على دي ان هي الفا كربون او فيها الفا هيدروجين؟ لا، ما نقدرش نقول عليها لانها ما فيش فيها هيدروجين. ف الدو كوندنسيشن معتمد على وجود الهيدروجين معايا. الهيدروجين دي هي اللي بتحدد لي اذا كان التفاعل ده هقدر امشي بيه الدو ولا لا. دي اول شرط من شروط لازم تكون متوفره في الدو رياكشن. في شرط تاني، وهو ان من اسمها الدو يعني شغاله بالدهايد، فاول حاجه معايا لازم يكون معايا الدهايد، وهذا الالدهايد يكون محتوي على الفا هيدروجين. يبقى هما الاثنين متصلين في بعض. ممكن يبقى متصل بالدهايد، ادي مجموعه الالدهايد بالشكل ده، او ممكن يشتغل بكيتون لا بأس به، بس بنسبة كبيرة هو معظم الدو رياكشن بيشتغل بالالدهايد. دي مش كيتون، سوري نحذف دي، هو بيشتغل بمعظم الوقت بالدهايد، وممكن لا بأس به في بعض الاحيان وفي بعض الامثلة زي ما هنشوف دلوقتي بيشتغل بكيتون. يبقى اول شرط معانا لازم يكون معانا الفا هيدروجين، تاني شرط ان يكون معانا الدهايد او كيتون، وبنسبة كبيرة هو بيشتغل بالكيتون بالالدهايد، سوري. تمام، خلينا نشوف التفاعل العام بتاعه عامل ازاي. يعني انا احط ايه على ايه في البدايه، الرياكشن في البدايه احط ايه على ايه، يدي الناتج ايه قبل ما نشوف الميكانيزم بتاعه، تمام. هو هنا التفاعل بتاعي، وليكن ادي مجموعه الالدهايد ودي مجموعه سي اتش 3 طرفيه، طبعا ده الدهايد اهو حققنا اول شرط، ودي مجموعه سي اتش 3 اللي هي الكربون المحتوي على الفا هيدروجين، فبالتالي ما عادش عندنا مشكله ان احنا كده حققنا الشرطين، تمام. فقال بعد كده هنحط على السهم ان اي او اتش، وطبعا ده هنستخدم اي بيز، ويفضل يكون بيز قوي ومعاه ميه. الناتج النهائي اللي هيطلع لنا هيبقى بهذا الشكل، او اتش دبل بوند او. الناتج اللي طلع ده هنسمي دي الفا وهنسمي دي بيتا. ليه دي الفا؟ لان المتصله بمجموعه الكربوني المباشر هي دي بتبقى الفا، واللي بعدها هتبقى بيتا. ده الناتج النهائي، لسه هنشوف الميكانيزم طلع ازاي. اهم حاجه اللي انا عايزه اوصل له ان المركب الناتج من الدو رياكشن بيسمى بيتا هيدروكسي كربونايل. تعال فكر فيها كده، ده الاو اتش اللي هي مجموعة الهيدروكسي عند رقم بيتا، يبقى اسمها بيتا هيدروكسي. وكربونايل لان انا معايا هنا في مجموعة كربونايل اللي هي السي دبل بوند او، فعشان كده النواتج بشكل عام بنسميها بجنرال اللي طالعة من الدو رياكشن هنسميها بيتا هيدروكسي كربونايل. لما اجيلك في اكمل اختياري في اي سؤال الناتج بتاع الدو الايه بيتا هيدروكسي بتاع الدو رياكشن، خد بالك ده مش لسه كوندنسيشن، ده احنا لسه بنتكلم عن الدو رياكشن، الناتج بتاعه بيتا هيدروكسي كربونايل. وبنبدا بايه؟ بالدهايد. الالدهايد دي ماله؟ في الفا هيدروجين، تمام. ده كده الشكل العام بتاع الدو رياكشن. تعال نشوف الميكانيزم بتاعه بقى هيكون عامل ازاي، وهل احنا هنبدا بجزيء واحد ولا جزيئين، ولا هيبقى شكلهم عامل ازاي، تمام. سوري مش مهم. اول حاجه ادا الميكانيزم، الميكانيزم بتاعنا احنا هنبدأ باتنين جزيء، اتنين جزيء هنشتغل بيهم. ادي اول واحد، اتنين جزيء من الالدهايد. ادي اول واحد اهو هنشتغل بيه اللي هو محتوي على الالفا هيدروجين. ادي واحد فيه اتش 2، وادي الالفا هيدروجين واحدة منه هشتغل بيها. هو محتوي دي كانت سي اتش 3، انا طلعت منها واحدة بس على اساس ان هي دي اللي هشتغل بيها، بعد كده هي دي الالفا هيدروجين المتصلة بيه. يبقى اول حاجة ومحتوي مجموعة الدهايد ومحتوية فيها الفا هيدروجين، زائد المجموعة التانية ممكن تبقى الدهايد ممكن تبقى كيتا ممكن تبقى اي حاجة، ومش شرط يكون فيها الفا هيدروجين، لان الدو رياكشن بيحتوي بيتفاعل مع مجموعتين، المجموعتين يا اما يكونوا الدهايد او المجموعتين يكونوا كيتون عالي، بس على اساس ان يكون واحدة فيهم من المجموعتين دول من المركبين يكون محتوي على الفا هيدروجين، تمام. يعني مثلا التانية ممكن اشتغله بالدهايد برضو، او ممكن اشتغله في فورمالدهايد عادي،
مفيش مشكلة. هل ده محتوي، حد يقول لي كده، حد ده محتوي على الألفا هيدروجين؟ لا ده مش محتوي على الألفا هيدروجين خالص. ليه؟ دي الكربونة اهي، الكربونة دي متصلة بكربونة فيها هيدروجين. لا ده هي متصلة بهيدروجين من هيدروجين، هي نفسها مش ألفا. لازم تكون الكربونيل دي متصلة بإيه؟ بكربونة، والكربونة اللي فيها دي متصلة بألفا هيدروجين، مش هي متصلة مباشر بيها، فدي ما نقدرش نقول إن هي ألفا هيدروجين. فكده يبقى أول حاجة معايا إن أول تفاعل الألدول رياكشن بتكون من اتنين مركبين، ممكن يكون واحد ألدهايد واحد كيتون، ممكن يكون الاتنين ألدهايد، ممكن يكون الاتنين كيتون وما إلى ذلك، لكن على شرط إن أول واحد فيهم هو اللي يكون معايا يبقى ألدهايد ويكون محتوي فيه ألفا هيدروجين. التاني ما يفرقش معايا هو ايه، اما حاجة محتوي معايا على مجموعة كربونات. تمام، ده اول حاجة معايا، ده مش هنحتاجه دلوقتي، ده خليه في الاخر. انا بس حبيت اوضح لك ان الرياكشن هيتم باتنين مجموعتين فيهم كربونات. الشغل الاول هيبقى على ده، فانا هحذف ده للوقت الراهن، وهنشتغل على اللي فيه ألفا هيدروجين دلوقتي. تمام، المفروض اللي فيه الفا هيدروجين ده احنا كنا حاطين على السهم، لو تفتكروا المعادله اللي كانت فاتت احنا كنا حاطين بيز، البيز اللي هو ايه، ان ايه او اتش، فالان او اتش دي هتنفصل ليه، خلينا نحطها فوق شويه، الان ايه او اتش هتنفصل ليه بالايونات، هتبقى ان موجب زائد او اتش سالب. تمام كده كويس، الاو اتش سالب دي بقى هي اللي هيبقى شغلنا عليها. انا هاخد هنا الاو اتش سالب اللي عليها نيجاتيف تشارج، نيجي في الشارج ده هتعمل ايه، هتروح تاخد لي الهيدروجين دي، فالهيدروجين دي هتطلع الرابطه بتاعتها اللي لسه باقيه، هتحط لي نيجاتيف تشارج على المركب ده. يبقى كده اول مهمه معايا ان الهيدروجين اللي كانت موجوده في الالفا هيدروجين في مجموعه السي اتش 3 طارت من عندي، خلاص راح دورها وتكون لي هنا السي اتش 2 عليه نيجاتيف تشارج، لان ده خرج، ده او اتش خرج مع اتش طلع لي ميه، خرجت معايا قضت مهمتي، يبقى هنا زائد H2O. ده اول حاجه معايا، ده بنسميه الكربو انايون. الكربو انايون ده مهمته هو اللي هيهجم لي على مجموعه الالدهايد الثانيه اللي هتكون لي الدو رياكشن اللي كنا حذفناها من شويه وقلنا نبدا ده، يعني ده الستارت بتاعي هو اللي هيبدا، الكربو انايون ده هو اللي هيبدا معايا. تمام، خلينا فاكرين ان احنا كوننا ده، خلينا نروح نجيب التفاعل الثاني اللي هو لما بيتفاعل مع الالدهايد التاني او الكيتون التاني الغير محتوي على اي هيدروجين الفا هيدروجين. تمام، فالمفروض التفاعل التاني يدي مركب مش شبه اللي احنا كنا قلناه في الاول، ولكن احنا فضلت اشتغل على الفورمالدهايد اللي هو الكربونه اللي كانت متصله بسي دبل بوند او اتش، بس 2 اتش عشان افهمك ان مش شرط تكون محتوية على الفا هيدروجين. تمام، احنا وصلنا للمركب ده زي ما قلنا وفوقيه نيجاتيف تشارج. تمام، هنقول زائد، قلت هشتغل على الفورمالدهايد المرة دي. تمام، ودي هيدروجين ودي هيدروجين، ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ النيجاتيف تشارج دي اللي على الكربونة دي هتروح تهجم لي هنا على المركب التاني، فبالتالي كده الكربونه لو اتصلت بيها كده الكربونه تبقى خماسيه، فتعمل ايه، عايزه تتخلص من رابطه، فتقوم الرابطه بتاعت الاكسجين دي طالعه فوقيها ويتكون لي نيجاتيف تشارج على الاكسجينه نفسها، فيطلع لي بعد كده المركب ايه، ادا ده من بدايه هنا ادا الهيدروجين هنركبه زي ما هو سي دبل بوند او من عند الشمال اللي هو بتاع الجزء ده. تمام، ومتصل ب سي اتش 2 اللي هي هنا، ادا السي اتش 2 اهي في النص. تمام، ومتصل بيها ايه، عملت رابطه بين الكربونه دي، فالكربونه دي عملت كده رابطه، ودي متصله اهي، ودي فيها او، والاو دي عليها نيجاتيف تشارج زي ما احنا قلنا، ودي لسه متصله بهيدروجينه من الناحيه التانيه وهيدروجينه من هنا. ليه؟ الاتنين هيدروجين دول ما حصل لهمش حاجه، لسه موجودين في التفاعل زي ما هو. طيب هنعمل ايه تاني بعد كده؟ المفروض ان التفاعل ده يعتبر خلاص شبه مكتمل، بس انا لسه عندي مشكله، النيجاتيف تشارج دي عايزه لها حاجه تدخل معاها، فايه اللي هيحصل؟ لو فاكرين التفاعل التاني كان بنسميه ايه، بيتا هيدروكسي كربونيل، اذا فالاكسجين دي ناقصها هيدروجين بس، فاللي هيدخل هنا عشان ما نحطهاش في تفاعل تاني، بس اللي هيدخل هنا ايه، ان هيبقى معايا اتش او اتش. فاكرين المايه اللي كنا طلعناها في التفاعل الاولاني، احنا دايما في التفاعلات ما بنجيبش اي حاجه من بره، احنا كنا شغالين بين او اتش في البدايه، دخلنا او اتش اللي هي دي
لو اتش السالب اخدت اتش من الالفا كربون وخرجتها في هيئه ميه. الميه اللي خرجناها دي هنستخدمها المره دي، الجزء ده موجب والجزء ده نيجاتيف. انا مش عايزه النيجاتيف في حاجه، انا عايزه الموجب. ليه؟ الاكسجين السالبه دي هتروح تاخد الاكسجين السالبه اللي فوق، هتروح تاخد الموجب اللي هي بتاعه الهيدروجين دي، وهتطلع لي بقى شكل المركب النهائي اللي هو سي دبل بوند او سي اتش 2، ودي سي اتش 2 اللي هما الاتنين هيدروجين دول، ودي او اتش كده طلعت لي. ادي كده الاو كربونايل اللي بنسميها هي الستارت، ودي الالفا، ودي البيتا هيدروكسي كربونايل. ده المركب بتاع الدو كوندنسيشن كامل كده، الدو رياكشن وليس الدو كوندنسيشن. عايزين بقى نشوف الدو كوندنسيشن هيطلع ازاي في الموضوع ده. هو سهل جدا، طالما عرفت خلاص الرياكشن بتاع الدول انت تقدر انت تكون كوندنسيشن بتاعه مره واحده. هو ليه ميكانيزم خفيف كده هنعرفه، بس اعرف دايما كوندنسيشن معناها انك بتطلع جزيء صغير، يعني يا اما هتطلع جزيء ميه يا اما هتطلع جزيء امونيا، اي حاجه من الحاجات الصغيره دي هي اللي بتطلع مع كلمه كوندنسيشن. فانت هنا شفت مجموعه او اتش لسه مطلعينها شويه في الدو رياكشن، فبالتالي اذا انا هطلع جزيء ميه عشان اعمل مكانه دبل بوند. تمام، الرياكشن النهائي اللي كنا طلعناه كان مجموعه هيدروجين سي دبل بوند او سي اتش 2 اللي كانت متصله في النص، وادا سي اتش 2 ومتصل فيها او اتش. تمام، فاكرين الاو اتش اللي كانت متبقيه؟ مش كان النيجاتيف الشارج اللي كانت هنا كانت اخدت اتش موجبه واتبقى لي او اتش. طب الاو اتش ده تعمل ايه؟ بنستغل كل حاجه في قلب التفاعل، مفيش اي حاجه بتخرج. فالاو اتش اللي كانت فايده معايا هناك هاخدها دي متصل بيها اتش سي اتش 2، هخليها سي اتش بس، ادي السي اتش اهي وادي الاتش الثانيه اهي. اللي هيحصل هنا الاو اتش النيجاتيف دي هتروح تاخد لي الاتش دي، والرابطه دي هتطلع تعمل لي نيجاتيف تشارج هنا. تمام، يبقى المركب بتاعي هيصبح شكله كالاتي، اتش سي اتش او سي اتش عليها نيجاتيف تشارج اللي احنا لسه واخدينها، وده سي اتش 2 وده او اتش. تمام، خلاص كده احنا قربنا الخطوه خلاص تكمل، هنكون اللي هو الدو كوندنسيشن. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ النيجاتيف تشارج دي هتقوم راحه هنا وعامله لي دبل بوند، والاو اتش هتقوم طايره تاني اللي احنا لسه يا دوبك مدخلينها. يبقى كده خرجت كل حاجه وانا كده تمام التمام. يجي بعد كده ادي الاتش سي دبل بوند او سي اتش سي دبل بوند سي اتش 2، يبقى هو ده الدو كوندنسيشن. وده بنسميه ساعتها ادي دي السي كربونايل ودي الفا ودي بيتا، يبقى هنسميه ايه؟ الفا بيتا ان ساتوريتد كربونايل. مش ده بنسميها ان ساتوريتد يعني غير مشبعه؟ فالفا وبيتا ان ساتوريتد كربونايل اللي هي المجموعه ده، ويبقى هو ده تفاعل الدو كوندنسيشن واللي كنا اخدناه قبل كده اللي كان في او اتش. ده هو ده الدو رياكشن. التفاعل سهل والميكانيزم سهل، تقدر ان انت تمشي عليه على اي الدهايد قدامك. اهم حاجه الالدهايد اللي في البدايه يكون محتوي على الفا هيدروجين، ده الاساس. والالدهايد التاني او الكيتون اللي هتشتغل عليه ايا كان مش شرط ان هو يحتوي على الفا هيدروجين. تمام، سهل جدا، اتمنى تكون استفدتوا حاجه.